بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله راح نستكمل سلسلة الدروس اللي بدأناها في منهاج الفيزياء للصف العاشر وتحديدا الوحدة الثالثة. اليوم راح نتكلم إن شاء الله عن منحنى التسخين للماء. معنى الشكل اللي موجود صفحة 96 وهو شكل يبين ويوضح تغيرات درجة الحرارة على 18 غرام من الماء أثناء تسخينها وتزويدها بكمية من الحرارة. نشوف الشكل ونحاول نجاوب على الأسئلة اللي موجودة على الشكل اللي موجود عندنا صفحة 96. في الشكل زي ما انتم شايفين عندنا منحنى التسخين للماء، على محور الصادات عندنا كمية الحرارة بالجول، وعلى محور الصادات درجة الحرارة. محور السينات كمية الحرارة ومحور الصادات درجة الحرارة. بيحكي لي السؤال الأول: ما درجة انصهار الماء ودرجة غليانه؟ طبعا درجة انصهار الماء تساوي صفر، ودرجة غليان الماء اللي هي 100 درجة سلسيوس. درجة انصهار الماء صفر ودرجة غليانه 100. السؤال الثاني بيقول: ما سبب ثبات درجة الحرارة أثناء كل من انصهار الجليد وغليان الماء؟ ما سبب ثبات درجة الحرارة أثناء انصهار الجليد؟ انصهار الجليد أي تحوله من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، تثبت درجة الحرارة لفترة من الزمن، وعند غليان الماء أيضا تثبت درجة الحرارة لفترة من الزمن. السبب هو لأن كمية الحرارة التي تستخدم للتغلب على قوة الترابط بين الجزيئات، تفكيك قوة الترابط بين الجزيئات. السؤال الثالث: ما حالات المادة خلال الفترات ألف با جيم دال واو؟ طبعا من خلال الشكل المجاور. في الفترة ألف حسب الرسم الموجود عندنا والشكل الموجود عندنا حالة المادة صلبة. في الفترة با حالة المادة صلبة وسائلة أثناء تحول المادة من صلب إلى سائل. في الفترة جيم حالة المادة سائلة. في الفترة دال حالة المادة سائلة وغازية. وفي الفترة واو حالة المادة غازية. السؤال الرابع بيقول: ما مقدار الحرارة الكاملة لانصهار الجليد؟ ما مقدار الحرارة الكاملة لانصهار الجليد؟ من الرسم راح نلاحظ ما يلي: إنه كمية انصهار 18 غرام من الماء تساوي 5994 جول. من الرسمي كمية انصهار، طبعا احنا عندنا هنا 18 غرام ماء، هذا الرقم اللي هو في الفترة باء 5994 جول، هذه كمية الحرارة اللازمة لانصهار 18 غرام من الماء. احنا بدنا الحرارة الكاملة للانصهار. القانون بيقول كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة الكاملة للانصهار. كمية الحرارة معنا 5994، الكتلة اللي معنا 18 غرام بدي اقسمها على 1000 عشان احول لكيلو غرام، ضرب الحرارة الكاملة للانصهار. من هاي العلاقة الحرارة الكاملة للانصهار تساوي 5994 تقسيم 18 بالألف، بيطلع معنا الرقم 333 جول لكل كيلوغرام، 333 ألف جول لكل كيلوغرام، أو بنكتبها 3.33 ضرب 10 قوة 5 الوحدة جول لكل كيلو إغرام. السؤال الخامس بقول: ما مقدار الحرارة الكاملة للتصعيد؟ ما مقدار الحرارة الكاملة للتصعيد؟ أيضا من الشكل راح نلاحظ أنه كمية الحرارة اللازمة لتصعيد 18 غرام من الماء تساوي 40680 في هذه الفترة، هذا الرقم 40680، هذه كمية الحرارة اللازمة لتصعيد 18 غرام من الماء. على القانون كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة الكاملة للتصعيد. كمية الحرارة معنا 40680، الكتلة 18 بالألف عشان نحولها من غرام لكيلو غرام، منا الحرارة الكاملة للتصعيد بيطلع معنا الجواب 2.26 ضرب 10 قوة 6 جول لكل كيلوغرام، هذه الحرارة الكامنة للتصعيد. السؤال السادس: احسب الحرارة النوعية للماء. احسب الحرارة النوعية للماء. من القانون كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال. كمية الحرارة معنا 7534. منين جبتها هاي؟ من الشكل. ننتبه هون انه عشان احسب الحرارة النوعية للماء، الماء بيكون على شكل سائل في الفترة جيم اللي هي ما بين درجة الحرارة صفر ودرجة الحرارة 100. كمية الحرارة المعنى 7534
وثلاثين، ودرجة الحرارة الأولى صفر ودرجة الحرارة الثانية مية. بطبق على القانون كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال، كمية الحرارة 7534 من الشكل، الكتلة معنا 18 غرام بقسم على 1000 عشان أحولها لكيلو غرام، الحرارة النوعية مطلوبة، التغير في درجة الحرارة، درجة الحرارة الثانية 100 من الشكل ودرجة الحرارة الأولى 0، 100 ناقص 0 بالحساب بيطلع معنا الحرارة النوعية تساوي 4185.5 جول لكل كيلو غرام درجة سلسيوس، هذه وحدة قياس الحرارة النوعية. السؤال السابع بيقول لو تم تسخين 1.8 كيلو غرام، هي الكتلة اللي معنا، من الجليد في درجة سالب 25 إلى ماء عند درجة صفر، ما مقدار كمية الحرارة اللازمة لذلك؟ بدنا ننتبه أنه من سالب 25 للصفر راح نزود الجليد بكمية حرارة، وتزويده بكمية الحرارة راح يرفع من درجة حرارته، وبالتالي راح ترتفع درجة الحرارة سالب 25 سالب 24 سالب 23 لغاية لما تصل عند الصفر. عند الصفر أيضا راح يكسب كمية حرارة اللي هي لازمة لتحويله من جليد إلى سائل. إذن بدي أتكلم هان عن مرحلتين، المرحلة الأولى من السالب 25 للصفر بدي أقول كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال، عندي الكتلة 1.8 كيلو غرام حسب ما معطيني إياها بالسؤال. الحرارة النوعية هان بدي أخذها للجليد، لأنه من السالب 25 للصفر الماء على شكل جليد، فأنا بدي أخذ الحرارة النوعية للجليد 2090 ضرب التغير في درجة الحرارة، كانت درجة الحرارة سالب 25 صارت صفر، إذن صفر ناقص ناقص 25 بيطلع معي الجواب 94050 جول، هاي كمية الحرارة في الفترة من سالب 25 للصفر. عند الصفر كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة الكاملة للانصهار، أنا بدي أخذ القانون تاع الحرارة الكاملة للانصهار، الكتلة 1.8 والحرارة الكاملة للانصهار 3.33 ضرب 10 قوة 5 بيطلع معي كمية الحرارة 599400 جول. إذن كمية الحرارة اللازمة لتسخين 1.8 كيلو غرام من درجة سالب 25 إلى درجة صفر بدي أجمع الرقمين 94050 زائد 599400 بيطلع معي الجواب 693450 جول، كمية الحرارة اللازمة لتحويل أو تسخين 1.8 كيلو غرام من الجليد من درجة سالب 25 إلى صفر. المثال رقم 3 بالكتاب نفس الفرع السابع، ولكن معطيني الكتلة 100 غرام وبدي أشوف كمية الحرارة اللازمة لتسخين الجليد من سالب 10 ل 80. طبعا لما بتكلم من سالب 10 ل 80 أنا عندي هان ثلاث مراحل، لو بتدرسوا منحنى التسخين بدي يطلع معي منحنى التسخين بهذا الشكل، من سالب 10 لعند الصفر، بعدين عند الصفر، ومن صفر لعند الثمانين. هنا من سالب 10، هنا صفر، ومن الصفر لعند الثمانين. إذن ثلاث مراحل، طبعا الفرع السابع كان عندنا مرحلتين من سالب 25 للصفر وعند الصفر، هان من سالب 10 لثمانين، عندي من السالب 10 للصفر، عند الصفر، ومن الصفر للثمانين. حسب ما احنا شايفين الحل السؤال بالكتاب، المرحلة الأولى اللي هي كمية الحرارة لازم لدرجة حرارة الجليد من سالب 10 لصفر، على القانون كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دال 2 ناقص دال 1، الكتلة بدي أحول من غرام لكيلو غرام، 100 تقسيم 1000 طلع عشر، ضرب الحرارة النوعية للجليد ودرجة الحرارة من صفر لسالب 10 أو عفوا من سالب 10 لصفر، معناته صفر ناقص ناقص 10 بيطلع جواب 2090 جول. المرحلة الثانية عند الصفر كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة الكاملة للانصهار اللي هي عشر، 100 تقسيم 1000 ضرب الحرارة الكاملة للانصهار 3.33 ضرب 10 قوة 5 بيطلع معنا هذا الرقم. والفرحة الثالثة من الصفر للثمانين كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دال 2 ناقص دال 1، هنا بدنا نأخذ الحرارة النوعية للماء لأنه من الصفر للثمانين بيكون على شكل سائل، والكتلة 100 تقسيم 1000 ومن صفر لثمانين على ثمانين ناقص صفر بيطلع معنا هذا الرقم. نجمع الثلاث أرقام تطلع معنا كمية الحرارة اللازمة لتحويل 100 غرام من الجليد من درجة حرارة سالب 10 إلى درجة حرارة 80 درجة مئوية. هذا ما يتعلق بمنحنى التسخين للماء. إن شاء الله الحصة القادمة نتكلم عن تمدد المواد بالحرارة. نراكم على خير إن شاء الله.